السلام عليكم متتبعي قناة شوف تي في على المباشر من سطات، في إطار رصد وتتبع المختلف الأسعار والأثمنة ديال سوق الدجاج مازال طالع في الثمن، داير الثمن ديالو 17 درهم الكيلو، بيبي هو اللي نزل في الثمن شوية يعني من 29 درهم الكيلو، بيبي وصل ثمنه ل 21 درهم. هذه هي الأثمنة ديال الدجاج الكروازي اللي حتى هو 17 درهم، الكروازي اللي دير ثمنه يعني 17 درهم الكيلو، هذه هي الأثمنة ديال الدجاج في قناة شوف تي في على المباشر. بيبي اللي هابط في الثمن، هبط في الثمن يعني من 29 درهم الكيلو وصل ل 21 درهم. بيبي هبط في الثمن يعني من 29 درهم الكيلو هبط في الثمن. كنحاول نقول لكم متابعينا مشاهدينا الاوفياء القناه شوف تي في على المباشر مختلف الاسعار والاثمنه ديال الدجاج. بيبي بيبي اللي هابط في الثمن، بيبي اللي هابط في الثمن وثمن وصل ل الثمن اللي وصل يعني 21 درهم الكيلو، كان وصل 29 درهم هبط يعني من 29 درهم هبط 4 دراهم، دابا داير ما بين 21 22 درهم الكيلو بفضاء الدواجن، فضاء الدواجن اللي من الفضاءات المهمة في بيع الدجاج. من هنا كيف كنعرفوا الثمن الحقيقي ديال الدجاج، يعني فضاء الدواجن كنعتبروها بورصة ديال السوالم، بورصة ديال الدار البيضاء، هنا الثمن الحقيقي ديال الدجاج. بيبي اللي وصل ثمن 21 درهم الكيلو، كان طلع كان وصل ثمن 29 درهم الكيلو، واليوم السبت هابط في الثمن ووصل ثمنه 21 درهم الكيلو. هذه هي الأثمنة ديال الدجاج متتبعينا مشاهدينا الأوفياء القناة شوف تي في على المباشر من فضاء الدواجن بسطات، يعني من فضاء الدواجن بسطات اللي من الفضاءات المهمة اللي كنحاولوا أننا نقل لكم مختلف الأسعار مختلف الأثمنة. بيبي اللي هابط في الثمن وصل ثمنه ل 21 درهم الكيلو. هذه هي الأثمنة ديال الدجاج، هذه هي الأثمنة ديال الدجاج، الدجاج اللي وصل ثمنه 17 درهم الكيلو، بيبي اللي وصل ثمنه 21 درهم الكيلو من بعد ما كان وصل ثمنه 29 درهم الكيلو. كننقل لكم متابعينا مشاهدينا الأوفياء القناة شوف تي في على المباشر مختلف الأسعار والأثمنة ديال الدجاج الكروازي اللي وصل ثمنه 17 درهم الكيلو. هذا الكروازي يعني تقريبا راه بحالو بحال البلدي في اللحم ديالو، وكاين واحد الإقبال كبير على الاقتناء ديال الدجاج، يعني كاين واحد الإقبال كبير على الاقتناء ديال الدجاج، كاين إقبال كبير على الاقتناء ديال الدجاج. الرومي اللي واصل 17 درهم الكيلو، الكروازي دير 17 درهم، الرومي اللي دير ثمنه، الرومي اللي دير الثمن ديالو 21 درهم، عفوا يعني بيبي اللي دير ثمنه 21 درهم الكيلو. بيبي اللي كان طالع في الثمن وكان ثمنه 29 درهم الكيلو، اليوم وصل الثمن ديالو 21 درهم الكيلو. كنحاولوا نقول لكم مختلف الاسعار الاثمنه ديال الدجاج، الدجاج الرومي اللي واصل الثمن ديالو 17 درهم الكيلو. هذا الدجاج الكروازي، الدجاج الكروازي اللي كيف كتشوفوا يعني على المباشر، الدجاج الكروازي من فضاء الدواجن بسطات، الدجاج الكروازي اللي واصل ثمنه 17 درهم الكيلو بمدينة سطات. كنحاولوا نقول لكم مختلف الأسعار مختلف الأثمنة ديال الدجاج، الأسعار ديال الدجاج رومي، يعني الدجاج الرومي اللي واصل ثمنه 17 درهم الكيلو، الكروازي اللي واصل ثمنه 17 درهم، بيبي اللي واصل ثمنه 21 درهم الكيلو. هذه هي الأثمنة متابعينا مشاهدينا الأوفياء قناة شوف تي في على المباشر من فضاء الدواجن بسطات، فضاء الدواجن بسطات. كنحاولنا أننا نقول لكم مختلف الأسعار مختلف الأثمنة ديال الدجاج، الدجاج الكروازي ثمنه 17 درهم، وبيبي دير ثمنه 21 درهم الكيلو.
بيبي اللي واصل ثمنه 21 درهم الكيلو. كنحاولوا نقل لكم مختلف اسعار مختلف الاثمنه ديال الدجاج الرومي اللي واصل 17 درهم الكيلو، الكروازي اللي واصل 17 درهم، وبيبي اللي طاح في الثمن ودير ثمنه 21 درهم الكيلو. هذه هي الاثمنه ديال الدجاج متابعينا مشاهدينا الاوفياء القناه على المباشر من سطات من فضاء الدواجن. الدجاج مره كيطلع مره كيهبط في الثمن، كلشي على حسب السوق، على حسب العرض، على حسب الطلب، على حسب مجموعه من المتغيرات والظروف المناخيه. ورغم ذلك يعني كاين واحد الاقبال كبير على الاقصنه ديال الدجاج، خصوصا في المناسبات والاعياد، العطل المدرسيه، العطل ديال نهايه الاسبوع اللي كيكون اقبال كبير على الاقتناء ديال الدجاج. كنقول لكم متابعينا مشاهدينا الاوفياء للقناه على المباشر مختلف الاثمنه ديال الدجاج، مختلف الاثمنه ديال الدجاج، الدجاج الرومي اللي يدير ثمنه 17 درهم الكيلو، الكروازي دير الثمن ديالو 17 درهم الكيلو، وكوكلي دير 15 درهم الكيلو، كوكلي دير 15 درهم الكيلو، السمان دير 10 درهم، الكروازي هذا هو الكروازي اللي داير ثمنه 17 درهم الكيلو. هذه هي الاثمنه ديال الدجاج متابعينا مشاهدينا الاوفياء للقناه على المباشر. كنشكركم على التواصل والتفاعل خلال هذا البث المباشر، والى اللقاء بث مباشر اخر.